لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: تعلم العلم الشرعي وتعلم معتقد أهل السنة والجماعة حينما يظهر أهل الأهواء ولا سيما الرافضة من أوجب الواجبات، من أوجب الواجبات. الآن الرافضة الصوفية الطوائف الأخرى تضرب في أهل السنة ليل نهار عبر هذه القنوات وعبر هذه الوسائل، والناس كما أنهم لا يتعلمون للأسف يقبلون كل ما أتاهم من شيء يتعلق بدين، وهذا لطيب قلوبهم، لكن طيبة القلب ما تنفع إذا لم تربط طيبة القلب بالعلم الشرعي، وإلا كان ضررها أعظم.